أثابكم الله. يقول: ما حكم زكاة الفطر؟ وهل لها وقت محدد؟ وهل يشترط أن تكون طعاما أم يجوز للإخراج القيمة نقودا؟ زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، تجب على كل مسلم، وهي زكاة للبدن، زكاة للبدن، وتخرج ليلة العيد، تخرج ليلة العيد إذا ثبت هلال شوال، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل السلف، لفعل السلف يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن الأفضل إخراجها ليلة العيد. وإذا أخرها إلى الخروج لصلاة العيد فهو أفضل، وإن أخرجها من أول الليل أو في وسط الليل فهذا وقتها لا بأس. وهي من الطعام، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، قدرها بالصاع، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاع من أقط، قدرها بالصاع ونص على الطعام، فلا يجوز إخراج الدراهم بدلها، لأن هذا مخالف لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدراهم كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أخرجوا دراهم، وإنما أمر بإخراج الطعام، لأن الناس الفقراء، لأن الفقراء بحاجة إلى الطعام في يوم العيد، يطبخون يأكلون، إذا أعطيته دراهم وين يوديها؟ ما يطبخ الدراهم أو يشري بها، الأمكنة مغلقة، ما فيه دكاكين يشري، فأعطيه طعام عشان إنه يطبخ ويأكله هو وأولاده. نعم.